الآن نعود لقمة بريكس وكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة على الساحة الدولية لتقوية مواقفنا المشتركة والتوجه الاستراتيجي يلبي جميع التطلعات الغالبية الساحقة، وبفضل تضافر المجهودات وبفضل مساواة وأخذ بعين الاعتبار المصالح، نحن نتغلب على كثير من الأمور والأجندة الدولية، وبطبيعة الحال نحن نقف بجانب فكرة العالم متعدد الأقطاب القائم على المرجعية الدولية ومراعاة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وجميع الدول التي تمتلك الحق في تقرير مصيرها. وبطبيعة الحال نحن نرحب بكل هذه التصريحات، ونحن نكافح الدول التي تعتبر نفسها استثنائية وانفرادية وتؤسس سياستها الهادفة إلى النير الاستعماري، وهذه الدول تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة على الصحة الدولية، وكل هذا أدى إلى تداعيات وخيمة ما يعرف بالأزمة الأوكرانية، وبعد ذلك دبروا الانقلاب العسكري، وبعد ذلك لأولئك الذين رفضوا هذا الانقلاب شنوا حربا عنيفة طوال 8 سنوات. روسيا قررت بتقديم دعم لأولئك الذين يكافحون من أجل الاستقلال واللغة والثقافة والمستقبل، وأفعالنا في أوكرانيا تتمثل في حد الحرب التي شنت من قبل غرب في أوكرانيا وأولئك الذين يعيشون في دنباس، ونحن نبلغ زملائنا في بريكس الذين يشاركون في بريكس حول كل هذه الأفعال لتحقيق العدالة وتسوية هذه الأزمة سياسيا ودبلوماسيا وسلميا. السيدات والسادة، نحن نقف بجانب تشكل العالم متعدد الأقطاب القائم على العدالة والمساواة والتكافؤ ومراعاة المرجعية الدولية، و مجموعة بريكس توسع إمكانياتها والقدرات حيث يعيش أكثر من 3 مليارات، والناتج المالي يتعاظم حتى يتفوق على مجموعة G7. الاستثمارات في الاقتصاد العالمي تضاعفت، والصادرات المشتركة أيضا تعاظمت، وأيضا تتكلم بنجاح عملية الخاصة للبرامج لدول أخرى، ونحن نتعامل بشكل وثيق في تقوية السلاسل الإمدادات والانتقال إلى العملات الوطنية وتطوير الاقتصاد الرقمي ودعم القطاع العام والخاص والشركات الصغيرة والكبيرة. وبطبيعة الحال أيضا نحن نقدم دعما لمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين، وبفضل مجلس الأعمال وحتى مجلس النساء، ونحن نقوم بكل هذه المشاريع كما ذكر السيد المحفوظ. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا من حيث التعامل تشكيل طرق جديدة، وبمشاركة أثناء هذه الفعالية وقد أطلقنا مشروع لفتح طرق سريعة جنوب والشمال لربط بحارنا في روسيا وحتى في المحيط الهندي، ومستقبلا كل هذا سوف يؤدي
إلى تحقيق هذه الأهداف، وأعتقد أن الأوان لإطلاق لجنة خاصة بالنقل، وهذه اللجنة سوف تعمل على هذا المسار جنوب شمال، وإن محل مختلف المسائل الخاصة باللوجستيات المحلية والدولية. في حال التوصل إلى الاتفاق، فروسيا يمكن أن ترأس هذه اللجنة في عام 2024، ونحن نرحب بتضافر المجهودات الرامية ضمن الخماسية في مجال الابتكارات العالمية. نحن نعتمد على كل هذه المبادرات ضمن الخماسية وضمن تكتل بريكس بفضل دعم من قبل الصندوق الخاص، وبدورنا روسيا مستعدة لمشاطرة الخبرات المتراكمة في مجال التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ونحن منفتحون ومستعدون لتحقيق مختلف المشاريع والاتفاقيات الخاصة إلى إطلاق اللجنة الخاصة بالطب وإطلاق النشاط الخاص ضمن مجموعة بريكس، ونحن نقدم دعما لمبادرة جنوب أفريقيا بشأن تنظيم لقاء خاص بحقوق النساء، وطبعا دورهن يجب أن يتوسع فيما بعد سياسيا وليس فقط سياسيا. في السنة المقبلة سيدات وسادة، روسيا سوف ترأس مجموعة بريكس، وإن رئاستنا سوف تجري على أساس المساواة من أجل تحقيق العدالة الدولية. نحن نخطط لإجراء أكثر من 200 فعالية ليس فقط في روسيا وإنما في دول بريكس، وطبعا القمة المقبلة في عام 2024 سوف نجريها في مدينة قازان، وسوف نتفق على هذه المواعيد دبلوماسيا. وأيضا سوف تجري فعاليات خاصة ببريكس زائد أوتريتش، وأثناء رئاستنا نحن مستعدون لكل ما في عسنا لتحقيق جميع القرارات والتدابير المتوصل إليها أثناء هذه الفعاليات لهذه القمة، وسوف نعتزم التعامل مع شركائنا سياسيا، وأيضا سوف نساهم مساهمة كبيرة بشكل نشط في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات، وأيضا سوف نجري لقاءات رفيعة المستوى، وسوف نولي اهتماما خاصا إلى المسائل مثل مكافحة الإرهاب ونشر الأيديولوجيا الإرهابية والتطرفية وغسل الأموال وعودة الأصول المحصول عليها بشكل غير شرعي. وأيضا نحن نقدم هذه الأمور ونعتمد على أن هذا العمل الدؤوب سوف يستمر وسوف يمتد فيما بعد، وسوف نقدم دعما لحزمة من التدابير لبريكس لعام 2025 لرسم الخطة المستقبلية، وضمنها إعلاء دور دولنا في مختلف المنصات والصناديق المالية والاقتصادية، وحتى توسيع استخدام العملة الوطنية حتى في الهيئات الجمركية والحكومية. وضمن أولوية روسيا توسيع الخبرة العلمية الطبية الثقافية والإنسانية، وأعتقد أن التعددية الحضارية تلعب دورا مثاليا في هذا المسار، وتقدم دعما وتقوي التبادل الثقافي الفني المهني. وأنا الأوان ضمن بريكس وحتى منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول مستقلة وغيرها من دول لإجراء الحوار الخاص بالتبادل الثقافي الحضري.
وأعتقد المنصة يمكن أن تكون ضمن هذا الحوار، ومن المخطط لإجراء هذه اللقاءات والفعاليات في سان بطرسبورغ في 16 و18 من نوفمبر الحالي، وروسيا سوف تستمر في المساهمة في تقوية هذه الاتصالات الرياضية الثقافية الشبابية في يونيو عام 2024. من المخطط لإجراء ألعاب رياضية ضمن بريكس وحتى في كازان ألعاب المستقبل، فهذه الفعاليات الرياضية تشمل مختلف الفئات الرياضية.